يا سيدي، انا سرحت في ايه؟ سرحت في موضوع ال 297.7 مليون دولار اللي تم خصمهم من المعونه العسكريه الامريكيه لمصر. تحديدا مش في المبلغ، على الاطلاق، على الاطلاق. هي المساله في انه ده معناه ايه؟ ده يساوي ايه؟ يعني تيجي الولايات المتحده الامريكيه تحديدا الكونجرس، وبالمناسبه الموضوع ده بدأ من ابريل، يعني المناقشه في الكونجرس بدأ من ابريل 2017. مش دي المساله برضو، وان كان ده جزء مهم جدا من المساله، هي ان احنا نتابع الحاجات اللي زي كده بمنتهى الدقه وعن كثب زي ما بتقال وباقتراب شديد جدا عشان نقدر نفهم التوجهات اللي هتحصل خلال الفتره القادمه، سواء اذا كان ناحيتنا او ناحيه غيرنا. يعني 297.7 مليون دولار، المبلغ كبير المبلغ صغير؟ تفتكر هو ده اللي المفروض يشغلك؟ تمام. هل يشغلك انه يبقى في مجموعه من الزملاء كتابا كانوا او مذيعين يقول لك احنا ما يهمناش حاجه، 290 مين ده، احنا عندنا اللي مش عارف ايه ده، احنا هنجيب، احنا هنطلع غاز، احنا هنطلع بترول؟ يا عم هنفترض جدلا، وده مش حقيقي، ان ال 290 مليون دولار دول نقطه في بحر ثرواتنا. خلاص كده ريحتك، نقطه في البحر، بس مش دي الأزمة. هل ده ليه علاقة بطبيعة العلاقة بطبيعة الـ أو هل ده ليه ارتباط بطبيعة العلاقة اللي من المفروض إنها تقوم ما بين القاهرة وواشنطن؟ طبعًا. طيب، ما بين القاهرة وواشنطن باعتبار إن واشنطن فقط هي البيت الأبيض؟ غلط. يعني منتهى الخطأ عندما نفسر إنه العلاقة ما بين القاهرة علاقتها بواشنطن هي البيت الأبيض. ليه؟ لانه نعيد ونزيد في الكلام بدل المره 19، انه الحكايه كلها عندنا مؤسسات لصنع القرار في واشنطن، صح؟ كويس. طيب، وفي نفس الوقت القصه كلها مش في ايد الرئيس الامريكي الحالي. طيب، حتى لو كان بيرتبط بعلاقه وثيقه بدائره صنع القرار في القاهره، المساله في بقيه المؤسسات اللي موجوده في امريكا، وهي شايفانا ازاي وبتتعامل معانا من انهي منطلق ونظرتها المستقبليه لينا ايه؟ دي اسئله المذيع مش هيقول رايه في اي حاجه على الاطلاق، عشان بس نبقى فاهمين. القصه كلها هي طرح الاسئله، اللي هو شغلانتنا نطرح اسئله عشان نلاقي اجوبه، وده هنحاول حتى نناقشه في الحلقات اللي جايه. طبيعه العلاقه مع مؤسسات صنع القرار الثانيه اللي موجوده في امريكا، مستقبل العلاقه مع هذه المؤسسات ايه؟ هي شايفانا وبتتعامل معانا حاليا في حاضرنا من انهي منطلق؟ وهي مستقبليا عايزه تتعامل معانا باي منطلقات؟ ده شق. الشق الثاني، الاوروبيين، مش بس الاتحاد الاوروبي، الاوروبيين بعد خصم هذا المبلغ من المعونه العسكريه الامريكيه الى مصر، برضو شكل العلاقه اللي رايحه جايه وما بين الاوروبيين ايه؟ وهل نتعامل مع اوروبا كوحده واحده؟ ونتعامل مع الاتحاد الاوروبي كوحده واحده، ولا بنتعامل مع الاتحاد الاوروبي وبنتعامل مع العواصم المهمه اللي في الاتحاد الاوروبي باعتبار ان كل دوله ليها نهج وليها سياسه وليها طريقه معينه في معالجه اتخاذ القرار؟ سؤال. طيب، وهل ممكن تعليق او خصم هذا المبلغ ال 297.7 مليون دولار دول يؤدوا الى قرارات فيها من الجمود او من السخونة لو صح التعبير من قبل أيضا بعض الدول الأوروبية تجاهنا احنا؟ دي حاجات مهمة جدا جدا، أسئلة، أسئلة يقدر يجاوب عنها كتاب كبار ومحللين وأيضا قريبين من صنع القرار. تاني، مش عاوزين نتعامل مع الموضوع باستهانة، ومش عاوزين نتعامل معاه وكأنه لم يكن، عاوزين نفهم، وهو ده الهدف الرئيسي، سواء اذا كان من وجود حاجه اسمها منظومه الصحافه والاعلام، هي محاوله للفهم ومحاوله لطرح اسئله حتى نستطيع الحصول على اجابات. الهدف الرئيسي من وجود هذا البرنامج على سبيل المثال، احنا برنامج متخصص بالاساس في الشان العربي والدولي بما يتعلق بمصالحنا احنا كدوله كوطن، ومصالحنا كدولة ووطن لا تنفصل على الإطلاق لا مع الواقع العربي ولا الإفريقي ولا الدولي، لأنه هنرجع لمصطلح قديم ظهر في مطلع التسعينيات، العالم أصبح قرية صغيرة، الكل مرتبط ببعضه البعض.